اللي هي لا فيتيس فيكتور دو فيتيس دكور دونك فيكتور دو فيتيس فيكتور دو فيتيس اول حاجه ندوي على الفيتيس موين ما عرفنا في لاني بريسيدون فيتيس موين هي في ام هي لا ديستانس سور دلتا تي هي لا ديستانس باركوري سور لا دوري دو طون دونك هادي متر سكون موانز هادي اون متر هادي اون سكون دكو لينيتي في سيستم انترناسيونال هي المتر بار سكون عندنا دوز يونيتي كاين المتر سكون موانز هي الوحدة العالمية في سيستم انترناسيونال وكاين الوحدة العملية اللي هي الكيلومتر اور موانز دكو دونك كيما عرفنا في التروزيام اني ان هادي باش كتمشي لهنا كنتو كضربو في 3.6 يعني باش كتمشي من هنا لهنا كضرب في 3.6 وفاش كتمشي من هنا لهنا كتقسم على 3.6 داكو شي اللي كنا عرف دونك دابا هنا نخدمو شويه على الوحدات مثلا غنعطيكم في مثلا 40 متر بار سكون وبغيت نحولها للكيلومتر دونك بغيت نحولها للكيلومتر غندير 40 في 3.6 باش تولي عندي كيلومتر بار مثلا الدوزيام اكزامبل غنعطيكم هادي في 1 و هادي في 1 في 2 غنعطيكم مثلا 20 كيلومتر بار سكون وبغيت نحولها للكيلومتر بار دونك هنا ندير 20 كيلومتر هاد السكون ها هو دونك خصني نحفظ هادو نكون عارفهم كل 1 سكون الا كل كنعرفو حنا كل ساعة فيها 60 مينوت كل 60 مينوت فيها 3600 سكون يعني انا بغيت نمشي الا كنت غادي في هاد الطريق غادي نبدا ندير الملتيبليكاسيون ولكن الا كنت غادي في هاد الطريق غادي ندير سوستراكسيون غادي ندير ديفيزيون يعني القسمة دونك 20 انا بغيت نمشي من سكون يعني خصني نعرف كل 1 سكون هي ال هي واحدة 3600 اور يعني غنقسم دونك غتولي هي 20 على 1 على 3600 دونك بحال غنديرو 20 في 3600 داكوغ كيلومتر باغ داكوغ تبقى مثلا ثاني غيعطوني شي فيتاس اخرى في 3 مثلا عندي هنا 14 متر بار مينوت وبغيت نحولها للكيلومتر بار ندير 14 داكو متر هاد المينوت باش نحول الكيلومتر هي 1 سيغ 60 اور يعني 1 على 60 دونك يعني 14 غنضربها في 60 باش تولي وهاد الكيلومتر باش نحول المتر نحولو للكيلومتر غنضرب في 10 ناقص 3 شي كامل في 10 ناقص 3 داكو نقول لك كيفاش تتعامل مع الوحدات داكو مثلا واحد لابليكاسيون ابليكاسيون مثلا عندي واحد الفيتاس ديال واحد الطوموبيل هي 60 كيلومتر باغ داكو وبغيت لا دوري سيفيزونت بور باركوري واحد لا ديستانس ديال 600 متر وايت دلتا تي دونك كنعرفو ان الفيتاس هي تي سور دلتا تي دونك دلتا تي هي تي سور في دكا هنا عندي دي هي 600 باش نخليها دونك على 60 ولكن هذه راها متر وهذه كيلومتر باغ داكو دونك هذه خصني نحولها غتولي هي 600 على 60 في 10 اس 3 باش تولي متر وهذه باش تولي متر غتختزل هذه مع هذه وهاد الساعة غتطلع الفوق غتولي مثلا هي غتولي هي 10 هي 10 اس ناقص 2 ساعة دونك هذه لو بغيت نحولها 10 اس ناقص 2 ساعة بغيت نحولها للسكون دونك اش كندير لو بغيت نحولها للمينيت كندير هذه وكنضربها في 60 داكو نضربها في 60 يعني 0.6 مينيت و الا بغيت نحولها للسكون غنضربها في 60 باش تولي في السكون تولي هي 36 سكون
كوم دونك سير ديال العام اللي فات. دابا غندوزو ل سميتو الفيكتور ديال الفيتاس انستانتان، فيكتور دو فيتاس انستانتان كوم لي كنرمزو ليها ب في. دونك هاد في اي هي لا ديستانس ام اي موانز ان فوا لا ديستانس ام اي بليس ان سور دو طون. داكوغ دونك هادي سيتون فورميل، هادي بوغ موفمون ريكتيلين. داكوغ بالنسبة للحركة المستقيمية، دونك حتى بالنسبة للحركة موفمون دو ترونسلاسيون ولا موفمون كيرفيلين، حتى هي في اي كتساوي حيت هي نورمالمون في الكيرفيلين كتكون بحال على شكل دي زارك، يعني غناخدو هاد لارك يا ام اي بليس ان ولا ام اي موان زان فوا ام اي بليس ان سور دو طون. دو طون نشرح ليكم هنا تقريبا كتساوي يا ام اي موان زان فوا ام اي بليس ان على دو طون. داكوغ تبقى دونك نشرحو هادشي باش تفهمو. غناخدو واحد لو تخاجيكتواغ بحال هكا، كور فيه ام زيرو ام واحد ام جوج ام تلاتة. كور و بغيت نكالكيلي لا فيتاس انستانطاني بشاك انستان، فوالا كي كوم طو هي 60 ملي سكوند. دونك هاد 60 ملي سكوند اش كتعني؟ يعني كتعني ما بين هنا لهنا درت 60، ما بين هنا لهنا 60، ما بين هنا لهنا 60. داكوغ هنا نعطيو مثلا 2 سنتيم، هنا 3 سنتيم، هنا 5 سنتيم. داكوغ هذا هو الريفيرونس ديالنا. دونك انا بغيت نحسب الفيتاس في ان، دونك اش كندير؟ دابا هاد الان اللي كومبخي اونتخ اش اونتخ ام زيرو اي ام دو بحال كنقطعها، الان محصورة ما بين ام زيرو ام دو. داكوغ على حيت الا مشيت من هنا غندير طو ومن هنا غندير طو، اذا شحال درت ديال المدة هي تو طو. نعاود الا مشيت من هنا لهنا غنمشي بغيت الفيتاس ديال ام ان هي ام زيرو ام دو كو على دو طو، لانني من هنا لهنا درت طو هنا طو، يعني هي دو طو. مثلا عندي هنا هي 5 سنتيم في 10 على بويسونس موان 2 على 2 × 60 × 10 3. دكو بغيت مثلا الفيتاس في الدو، الفيتاس في دو. دونك الفيتاس في دو نشوف دو باش مأطرة، دو مأطرة ما بين ان و طرو، يعني هي ام ان ام تخوا سو دو طون. الى شفنا الام ان على ام تروا 3 + 5 هي 8 × 10 ناقص 2 على 2 × 60 × 10 3. داكوغ و نحسب بغيت مثلا الفيتاس. دونك الفيتاس في شاك بوزيسيون بحال كتشد المسافة اللي مأطرة بها و كتقسم على دو طون. مثلا دابا بغينا لا ريبريزونطاسيون، ريبريزونطاسيون ديال هادشي ديال في اي، بغينا نغوبريزونتي. دونك مثلا بغيت نغوبريزونتي هادي هنا، دونك هنا مثلا عندي بغيت نغوبريزونتي في ام ان. بروميامون كناخد لوريجين ديال الفيكتور هو ام ان، دوزيامون كنرسم واحد لا دروات طونجونت، هنا مماس ديالها. داكوغ كنرسم واحد الدروات طونجونت لهاد البوان طونجونت. داكوغ لو سونس حنا كنمشيو في هادي، دونك الفيكتور غتكون في لو سونس دو موفمون. لانتونسيتي كيكون هو قد هداك العبار اللي لقينا، دونك هادي هي في. داكوغ في بغيت في في دو مثلا ام دو نفس القضية، غناخد لا طونجونت و غادي نحسب شحال ناخد دي شيل و غنمثل هادي هي في دو. داكوغ بالنسبة لا غوبريزونطاسيون في تراجيكتوار كيرفيلين، إذا كان عندي كيرفيلين، كيرفيلين كيكون داير بحال مثلا ناخد هاد البوان و هاد البوان و هاد البوان، بغيت نمثل أنا الفيتاس في هاد البوان. دونك كناخد هاد السيغمون داكوغ و كندير لها الباراليل ديالها متفقين، و كنمثل الفيكتور ديالي عادي. داكوغ إذا كان عندي سيركولار، إذا كان عندي سيركيلار على هذا الشكل
كناخد لو غايون وكناخد لا طونجون ديال لو غايون لي بيربونديكيلير معاه داكوغ، وكنمثل هادي هي الفيتاس مثلا ديالي داكوغ. دونك هادشي لي كاين. دابا غادي نمشيو للموفمون ريكتيلين انيفورم. فاش كنقولو موفمون ريكتيلين انيفورم يعني الفيتاس ايكالا ان كونستانت داكوغ، الفيتاس كتكون كونستانت داكوغ. دونك غنعطيو اكزامبل باش تفهمو. غناخدو مثلا هذا، غناخدو هنا 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 هنا، غناخدو ام زيرو ام ان ام دو ام تروا ام كاتر ام سانك، وغناخدو طو ايكالا 40 ملي سكوند. ما بين هاد البوزيسيون هادي كاين عندي 2 سنتيم داكوغ. غادي نحسبو حنا الفيتاس انستانطاني، نحسبو الفيتاس مويان تقريبا ما بين الفيتاس مويان مثلا ما بين ام واحد و ام خمسة. دونك هي الا قلت ما بين ام واحد و ام خمسة هي لا ديستانس ام ان ام سانك. على نحسبو شحال عندي من طون، عندي ان دو تخوا كاتخ سوغ كاتخ طون. دكوغ الا حسبنا هادي عندي جوج ربعة ستة ثمانية، هي ثمانية عشرة أس ناقص جوج على ربعة في ربعين في عشرة أس ناقص تلاتة. إذا حسبنا القوة 0.5 متر سكوم ونزا تفقين. دونك غنحسبو دابا الفيتاس انستانطاني في البوزيسيون مثلا أن. دونك هي أم في الأن كما قلنا الأن مأطربة بيناتها ما بين أن زيرو أم جوج، هي أم زيرو ام دو. على شحال عندي هنا؟ عندي ان دو على دو طون. الى خدينا ما بين ام زيرو و ام دو عندي 4 سنتيم في 10 على بويسونس موان 2 على 2 فوا 40 في 10 على بويسونس موان 3 القوى 0.5 متر سكوم موان 1 داكوغ. دابا بغينا الفيتاس مثلا في 3 في 3 حصورة ما بين ام 4 و ام 2 يعني ام 2 ام 4 سوغ دو طون. دونك حتى هي غتلقاوها 4 في 10 أس ناقص 2 على 2 في 40 في 10 أس ناقص 3 غتخرج ليا بحالهم هي 0.5 متر سكوم موانز. دونك اش كتبان ليا؟ كتبان ليا أن الفيتاس مويان مع لي فيتاس انستانطاني سون ايكو. دونك في هاد لو كاش كنقول دونك بما أن عندنا كو في 1 إيكالا في 3 إيكالا مثلا في 4 إيكالا 0.5 يعني الفيتاس انستانطاني متساوية. في هاد لوكا اش كنقول؟ كنقول عندي موفمون ريكتيلين. علاش قلت ريكتيلين؟ لأن التراجيكتواغ على شكل إن دغواط ريكتيلين إيني فور داكوغ داكوغ. بالنسبة إلا كانت موفمون ريكتيلين إيني فور نقدر ليا مع واحد ليكواسيون كتسمى ليكواسيون du mouvement d'accord. Hadi l'équation horaire de mouvement هي اللي كتخليني نعرف la position ديال الموبيل chaque instant. كتكتب على شكل donc x de t كتساوي v de t plus x0. donc هادي x dépend de temps يعني دالة متعلقة بالزمن. هادي الفيتاس d'accord. هذا لابسيس ا لوريجين دي دات، لابسيس ا لوريجين دي دات كون دي. هذا لو طون، هذا لو طون ما كيتعوضش كيبقى داكوغ. هادي حسيتيني كواسي. دابا غنديرو اكزامبل هذا اللي كنا خدامين عليه. لقينا ان الفيتاس تيغال 0.5 داكوغ، وبغينا نحدو l'expression de la vitesse chaque يعني l'expression de l'équation horaire chaque cas. donc on double caloula tu peux me dire non. donc on va dire n'arto m0 comme origine origine des abscisses d'accord, en même temps comme origine
دي دات. دابا حنا خصني نفهم شويه. قلنا غادي نكتب اول حاجه كنكتب ليكواسيون، كندير اكس دو تي هي في دو تي زائد اكس زيرو. دونك في هاد ليكزامبل اللي عندنا ان في دو تي هي 0.5 تي بلس اكس زيرو، تعرف هادي ايكواسيون. بقى عندي المشكل في اكس زيرو، باش تفهم شنو هي اكس زيرو، اكس زيرو هي خصك تبقى عاقل عليها مزيان، هو الكوردوني دوريجين دي دات، دوريجين دي دات عقلو عليها. دكوغ هادي الكوردوني دوريجين دي دات، يعني الارتوب ولا احداثي اصل التواريخ. كيفاش هادي؟ دونك تبع معايا، غناخدو ديما انت كترسم واحد لالين وكتبدا دير ام زيرو ام واحد ام جوج ام تلاتة. داكو دونك انا فاش كيقولوا لي خديتكم اوريجين دي دات، خديتكم اوريجين دي دات مثلا ام زيرو يعني اوريجين دي زارسيس، يعني هنا زيرو، انا كنمشي بجوج يعني هنا جوج ربعة ستة ونبقى غادي، وخديت ام زيرو اوريجين دي دات كاش كنقول ا تي ايكال زيرو. شكون هو الاوريجين دي دات؟ هو ام زيرو. شحال لابسيس ديالو؟ زيرو. دونك فهمنا يعني ان اكس زيرو ايكال زيرو. دونك فهاد لو كا غتبقى اكس دو تي هي 0.5 تي، هادي هي ليكواسيون اوغاك فهاد الكا. دكوغ ناخدو كاخرى، ناخدو واحد لو كاخرى، ناخدو مثلا اعطونا ام زيرو اوريجين ديال دي زابسيس ديال دي زابسيس دكوغ، و ام دو اوريجين دي دات دكوغ، يعني ام زيرو ها هي، ونبقى غادي ام ان ام دو ام تخوا ونبقى غادي. دونك لي خدينا اوريجين دي زابسيس هي ام زيرو. دونك هنا غتكون زيرو جوج ربعة ستة تمنية، ولكن خصني نقلب شكون هو لوريجين دي دات. لوريجين دي دات هو ام دو، و ام دو شحال الكوردوني ديالها؟ ربعة. دونك فهاد لوكا نعاود نكتب المعادلة اكس دو تي هي 0.5 تي بليس اكس زيرو. دونك ا تي ايكال ا زيرو، هاد لوريجين دي دات هو ام دو. دونك فهاد الحالة يعني اكس زيرو ايكال ا 4 سنتيم. دونك غتولي اكس دو تي ايكال 0.5 تي بليس 4 × 10^2. دكوغ شوفو كاخرى، الى خدينا ام ان ام دو اوريجين، ولا ناخدو ام ان اوريجين دي زابسيس يعني اكس في ايكال زيرو، و ام زيرو اوريجين ديال لي دات يعني تي ايكال زيرو. دكوغ هاد لو كا اش غندير؟ ديما عندي ليكواسيون ديالي، غناخد هاد ليكسومبل هو 0.5 فوا تي زائد اكس زيرو. داكوغ دونك غادي نعاود نرسم مخطط وندير ام زيرو ام واحد ام جوج ام تلاتة. داكوغ دونك لوريجين ديال لي سميتو هو ام واحد، يعني هنا زيرو جوج ربعة، وهنا تكون موان دو. غنقلب شكون هو لوريجين ديال لي طون لي دات، هو ان زيرو. دونك ان زيرو شحال الكوردوني ديالها؟ هي موان دو، يعني اكس زيرو كتساوي موان دو سنتيم. دونك فهاد لو كا غتولي عندي اكس دو تي